الخبر اول اللي عادنا، انا محمد جواني واستهزاء بيسان اسماعيل. فمثل ما تعرفون انه بيسان وانا استهزوا هذا المقطع على قناه انس باليوتيوب، وبهذا المقطع كان عنوانه مقلب اني فطرت برمضان في بيسان ركزوا لي بالعنوان. وهذا محمد جواني نزل بعد كم يوم هذا المقطع على قناه باليوتيوب، وهذا المقطع كان هو نفس عنوان مقطع بيسان اسماعيل. مثل ما شايفين اثنيناتهم نفس العنوان، وطبعا هو طول المقطع محمد جواني قاعد يستهزئ بيسان اسماعيل بهذا المقطع، انه المقلب اللي سويته بيسان هو عباره عن تمثيل مو اكثر. طبعا هو وضح هذا الشيء بحسابه بالانستغرام، فنزل شويه ستوريات صار يقول بها انه متابعين اذكياء وعرفوا انه من يقصد بالضبط بهذا المقطع اللي هو يقصد بيسان اسماعيل. هذه الستوريات شوفوا شلون صار يحكي عليها، شوفوا الستوريات. يا جماعه الفيديو صار بقناتي الناس ميته ضحك. اوكي خليكم يا سيدي ذخيره بكم شو اسكي عليك لكم. اللي عرف مين جواني مستلم يحط لايك، خذ هاي لايك، تعال هاي لايك، هاي كومنت، هاي لايك. بحط لكم للكل يا جماعه، طبعا الفيديو للمزح ما فيه اي شيء. ها طول بالك انت المستلم، طول بالك ترى ما بتهمني ابدا. ارفع شاشة فوق روحوا شوفوا حطوا لي لايكات، عم حط قلوب لكل كومنتاتنا حاليا. بحبكم. فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر باستهزاء محمد جواني بيسان اسماعيل. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هي شدان، فشدان نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات علمت من خلالها انه راح تنزل الاغنية باكر، وبالستوري بعدها واحد من الاشخاص كتب كثير متحمسين الاغنية، فترت عليهم انا متحمسة مثلكم الاغنية بس حيصير شيء ثاني تماما، وبالستوري بعدها واحد من المتابعين يقولها برضو الاغنية عن مرض ابنك ايلان، فترت علي انه الاغنية اهداء لايلان لما يكبر يسمعها تماما مثل الاغنية اللي عملتها لامي وهديتها اياها كثير معبرة وجاية بمطرحها. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو انتم متحمسين لهذه الاغنية. اما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو ميمك المشاهير، واقترب وصول قناته ل 100,000 مشترك. حبايب باقي لها بس 300 مشترك وتوصل 100,000 مشترك، راح احط لكم رابطها بالوصف، اتمنى من الكل يوصلها 100,000 مشترك ونحتفل بها اليوم قبل باكر. الخبر الثالث اللي عدنا عن عمار وفضيحه لانس الشايب، فعمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع فضح بانس الشايب فضائح كلش قويه، فضائح ناريه، وطبعا صراحه اشياء كلش تقزز، مثل ما قلت لكم انا برمضان ما راح انشر فضائح، راح احط لكم رابط المقطع بالوصف وهو اللي نشر الفضيحه، ولكن انتظروني بعد رمضان راح اطلع واكسر كل الروس. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفوا من حقيقه غيث مروان وحب البنيه اسمها ديانا، هي نفس البنيه اللي انضمت للفريق، هو طلع يحب هذه البنيه، ففازت غيث مروان نشروا له واحد من الفيديوهات القديمه اللي كانت هي تحدي من يعرفها اكثر بين اصدقائه، وكان غيث يسالهم شنو اسم حبيبتي او الاكس مالته، واحد من الاصدقاء يرد عليه انه هي اسمها ديانا واللي هي نفس البنيه اللي صور بيها. شو اسم المرحومه؟ ديانا نفسها المرحومه الملقبه بالمرحومه، ما حد توفى بس احنا بنسمي الاكس مرحوم. مرحوم اوكي. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تتوقعوا انه هو دخل الفريق لانه هو يحبها؟ طبعا هذا يوضح انه معناها ما يحب نارين بيوتي. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل انصدمتوا من هذا الخبر او كنتوا تعرفون من زمان؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن ياسو ردها على مشكلتها ويا مريانا، فياسو طلعت باحدى المقابلات ويا نور ساز ردت ان مشكلتها ويا مريانا ولكن بدون ما تذكر هي الاسماء طبعا، صار تقول ان هي نزلت مقطع عني وصاحبتت علي وانا سبب واحد من الاشخاص اللي سووا الفتنه بينها، راحت مشكلتها ويا مريانا، من الواضح انها تقصد شخص معين وصراحه ما اعرف من هو، ولكن تقول بعدين هي صاحبت ويا ابني اللي اتوقع مليار بالمية تقصد مريانا. وجواته هاي. اوكي رح بلش لكم القصة من دون ذكر اسماء طبعا. مرة واحدة من صديقاتي عملت معها شيء كثير حسيته سيء، بيوم سمعت انها عم تحكي عنه. فاجى حدا حكالي انه رفيقتك هيك هيك عم تحكي عنك، فانا الشيء اللي عملته انه ما سمعتها وما سألتها انه انت ليش عم تحكي عني هيك او كذا، وطلعتها من حياتي من دون ما اصلا انه نحكي بالموضوع. حسيت يعني بعدين اكيد حسيت انه الشيء اللي عملته كثير غلط لانه ما اعطيتها مجال اصلا انها هي تحكي، طلعتها من حياتي. وبعد بسنه تخيلوا، بعد بسنه رجعت التقيت فيها، ما عاتبتني ولا اي شيء، بس انه لما شافتني حضنتني. فانا لما صار هيك عن جد حسيت حالي انه انا ايش؟ ليش انا عم اعمل هيك؟ فكتير تضايقت من حالي وحكيت انه المفروض ما كان لازم اعمل معها هيك، المفروض اسمع على طول الطرف الثاني. فاخر شيء طلع هذا الحد عم يفتن بيني وبينها، يعني يروح يحكي لها انه انا عم بحكي عليها مع انها هي كانت ماي بيست فريند، فهذا الحدا يروح يحكي لها انه انا عم احكي عنها، ونفسه هذا الحدا يجي يحكي لي انه هي عم تحكي عني، وعمل هيك بيناتنا عن جد مثل فتنه. يعني انا لما تقابلنا وحكينا بالموضوع هيك وقتها حكيت لها انه هذا الحدا هيك كان يحكي لي، وهي كمان حكت لي انه هذا الحدا هيك كان يحكي لها، واخر شيء عرفنا انه اصلا كانت القصه كلها فتنه. فكتير كتير لما عيت على حالي حسيت حالي انه كتير انا حدا حقير، بس يعني ما بعرف كنت صغيره كان عمري شي 18 سنه. بس الشيء اللي تعلمته انه ما طلع حدا من حياتي من دون ما اسمعه، لازم اسمع واعرف شو صار حتى ذاك الوقت اتصرف. فحسيت هالتصرف. وبس والله حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات من تتوقعوا الشخص اللي سوى فتنه بينها وبين مريانا. وبس والله وصلت المقطع حبايب، مقطع عمار بالوصف ومقطع قناتي الثانيه وصلوها 100,000 مشترك بالوصف. وبس جايكم فيزي من قتمة القصص، مع السلامه.